الوضع خاصة بينهم الوضع صعب خاصة مع الأرقام الأخيرة. نجموا كل يوم حبوا شوية كاميرا لايف شوية كان واحد عنده صورة نمشيين نقولوش الارتفاع عدد ثلاثة هذا شيء مؤثر وإحنا تو وضعين كل الإمكانيات بتاعنا للتصدي لهذا الارتفاع. قاعدين دعم في إجراءات الوقاية أساسية اللي تعاونونا نشرة لدى المواطنين هي من حمل الكمامة بالتباعد الجسدي من غسل الأيدي وكذلك طورنا في القدرات المستشفائية في أسرة الأكسجين في أسرة الإنعاش اللي إن شاء الله تنقص الضغط على المستشفيات وتوفر إمكانية علاج المرضى حامل الفيروس. وكذلك دعمنا وسائل التحاليل مخابر التحاليل عن حاليا 30 مخبر باش يتطور العدد بتاعهم باش نحل مخبر في البلي مخبر في سيدي بوزيد مخبر في جندوبة نحلوا مخبر في منوبة. فعندنا المستشفيات الميدانية عندنا واحد في المنزل بطاقة 80 سرير 4 أسرة معاش واحد اخر في بني خيار وباش نحل واحد في قيروان واحد في تطاوين وعندنا المستشفى الجديد نتاع سباكس اللي باش يتم استلامه بعد اسابيع باش نفعلوه كمركز وطني لعلاج والتكفل بمرضى الكورونا. ابشر يا شعب ابشروا يا توانسه. وزير الصحه السيد فوزي المهدي قال لكم اللي تونس مستعده ماديا ركزوا معايا ماديا مستعدين باش نقتنيوا لقاحات فيروس كورونا. احنا الكمامات الا موجهنا ولا فقفانا باش لقيناه. وزيد فوق من هذا عنا الفاكسام تاع الجريب مفقود ما فماش زيدك اكثر من هكا هكا التحليل هذاك الرابيد اللي قالوا باش يجي واللي في متناول الناس كل موجود بسانكورو في فرنسا كما قالوا هما زاد ما مفقود ما عناش منه لهنا ما خلطناش على زريقه الجريب وعلى كعبه فريلغون وكايبه بانادول مش نخلطوا على لقاح الكورونا ومادين مستعدين واحنا لا عنا على سبيطارات لاسره انعاش في تابليه نتاع فرملي نتاع طبيب ما عناش تمشي توا الارجونس لهنا تدخل تمشي لسوسه مستير ولا مهدي ارجونس حتى مكنسه باش ما نقولوش معناها اسمه مكنسه ولا سلاته ما فماش استل برك هذايا معناها وبدون جريزيل قاعدين يدوروا بيه في سبيطار كامل والبره في التريتوارات وساعه ساعه يسلفوا لك القهوه المقابله وفما كشك مقابل زاد يمشيوا مع بعضهم الكل غاديكا جميع في اطار معناها لعل وعسى لهنا زاد فما حاجه اخرى قالك يا سيدي اللي بالنسبة للقاح متاع اللقاح الجريب مش يتوفر ولكن نراه وصومه باش يقفز 4-5 أضعاف هو كان ب 16,000 في الفاكسان متاع الجريب ولات ب 60 دينار شنو حكايتكم مع 60,000 في تونس الشيفر هذا زعما شنو فيه فما 60 متاع حكاية سنة فما حاجة هكا تعني الرقم هذا 60 اختية 60,000 أداءات 60,000 عدد نعرف شنو 60,000 نسبة 60% نسبة 60 كذا 60 عجلة 60 على راسي الستين هذه ما فهمتهاش شنية حكايتها في تونس سيد الوزير طيب نرجع لك لما تجي عندي ما نحكي لك.